التنسيق مع مصالح الدرك الوطني ومصالح الامن الوطني وكذا مصالح الجمارك الجزائريه باختصاص ولايه خنشله، تمكنت المصالح المشتركه من تنظيم مداهمه عامه شملت جميع احياء مدينه خنشله، حين تمكنت من حجز كميه من المواد المخلدة من التلوث تقدر بحوالي 900 وحدة من الشمة المخلدة منتهية الصلاحية، وكذا حجز كمية من المخدرات وكذا الحبوب المهلوسة.